أصبح الكتاب الأخضر بما يحويه من هرطقة سياسية وخزعبلات فكرية بمثابة الدستور في ليبيا، حيث قرر في المدارس وعقدت حوله عشرات الندوات والمحاضرات والدراسات، كما أصبحت اللجان الشعبية هي البديل للديمقراطية، والشرعية الثورية طريقاً للعبث بكل شيء في ليبيا. وقد كشف الرائد عمر المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا بعد فشل محاولته الانقلابية على القذافي وهروبه من ليبيا عام 1975 أن معمر القذافي قام في العام 1972 بتوجيه دعوة لجماعة أبناء الرب وبنات الله، وهي جماعة صهيونية، حيث حضروا معرض طرابلس الدولي وأقاموا حفلات في خيمة القذافي، كما سمح لهم بإقامة حفلات ماجنة مع ضباط الجيش الليبي. ونشرت صحيفة الأهرام المصرية تقريراً في 27 من نوفمبر عام 1976 عن العلاقة الخاصة التي ربطت معمر القذافي مع زعيم جماعة أبناء الله الصهيوني موسى ديفيد، الذي كتب عن القذافي في العام 1973 كتاباً نشره في الولايات المتحدة تحت عنوان عالم القذافي الثالث، وصف فيه القذافي بأنه المهدي المنتظر الذي سيوحد الأديان والعقائد ويحل مشكلات العالم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد لعب موسى ديفيد دوراً هاماً في تلقين القذافي كثيراً من الأفكار الصهيونية، كما ربطه ببعض الجماعات الماسونية التي كان لها تأثير كبير على هرطقاته السياسية والفكرية والسلوكية طوال سنوات حكمه. في أعقاب سقوط القذافي، سقوط طرابلس في أيدي الثوار في أغسطس من العام 2011، أنا ذهبت إلى ليبيا، ذهبت إلى طرابلس، كانت المرة الأولى في حياتي. القذافي طبعا على المستوى الشخصي كان يكرهني كراهية شديدة، وأنا لم أذهب إلى ليبيا نهائيا، وهذا شرف خلال سنوات حكمه. من بين الزيارات التي قمت بها، قمت بزيارة إلى الجامعة والتقيت مع رئيس الجامعة آنذاك، وفاجأني حينما أخذني إلى المدرج الرئيسي في الجامعة وإلى قاعة استراحة للقذافي في تحت المدرج. هذه الاستراحة بعدما قال إن كان فيها كاميرات، والقذافي كان يذهب والعياذ بالله ليختار من يريد من بنات الجمال، ويوجد الآن في ليبيا من يطالب بأن ابن القذافي يأتي للمشاركة أو رجال القذافي يشاركوا في الفترة القادمة. يعني خلاصة هذا الأمر، يعني هذا في رأيي أنا شخصيا كإنسان مسلم وإنسان ينتمي لهذه الأمة، أن يحصل في بلادنا وإحنا عندنا التقدير للقيم الأخلاقية والموارد المسك، يعني يحصل هذا فاجعة. ومن يحصل من رئيس سلطة ويستعمل كل السلطات متاعه وكل الأجهزة متاعه وكل كل من حوله حراسة وكل يستعمل فيه. تعرف وصل الأمر، أنا في اعتقاد من خلال ما قرأتها ولا أحفال الناس أستحي من أني أرد، كان أقرب الناس له سيد قذافي الدم كتب مقال يحكي على أساس في هذه المسألة وفي في هذا الأمر يتلذذ بهم أكثر ويتجههم أكثر، هم أقرب الناس له، أقارب القذافة. قذافة نعم. الصحفية الفرنسية المعروفة أنيك كوجان، الكاتبة في صحيفة لوموند الفرنسية، كاتبة عمود وصحفية معروفة، قضت مدة في ليبيا بعد سقوط القذافي، جمعت خلالها شهادات مرعبة عن الهوس الجنسي والانحطاط الأخلاقي لدى القذافي. طرائد، هذا كتاب الطرائد، كتاب وأصدرتها في كتاب اسمه الطرائد، القذافي وأبناؤه وحاشيته. الكتاب عمل ضجة كبيرة في فرنسا، في دول كثيرة في العالم، ترجم إلى لغات كثيرة منها اللغة العربية. القذافي بقي 40 عاما
يستحل وينتهك الأعراض ويدنس الأخلاق ويمارس الشذوذ بكل أشكاله وبكل انحطاطه. نعم والعجيب أن وبشكل معلن يعني لم يكن يخفي. أصبح جهاز كامل حوله، جهاز كامل حوله يدبر ويرتب هذه الأمور ويغطي عليها. الأدهى من ذلك أن أنيك كوجان نقلت عن بعض الموجودين أن الرؤساء الغربيين الذين كانوا يترددون على القذافي كانوا يعلمون هذا الأمر وكانوا يحيون الفتيات اللي كان يستعبدهم القذافي. لا بس الكلام اللي ربما جبتاش أن في حتى بعض منهم هؤلاء الرؤساء من دفع ثمن التقرب اقتراب القذافي أو حتى لا، هي قالت أنه ما ترك زوجة رئيس ولا سفير ولا كذا إلا حاول أن يتحرك. للأسف الشديد يعني وصل به الأمر فعلا هو نوع من الـ من الـ من الـ من الجنون، نوع من الـ من الجنون، ونوع أنا أعتبرها سبحان الله نوع من مكر الله سبحانه بهذا المخلوق. ما هي الأسباب التي يمكن أن تدفع رئيس دولة دوره أن يحافظ على أعراض أهله بلده الذين يحكمهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم أن يكون بهذا المستوى الغير مسبوق في الشذوذ والتفاخر به؟ أن يأتي الطغيان أو الاستبداد يعني يستعمل في هذا الجانب، أنك يعني كثير من ما يسموا قادة في بلدانهم كذا جو ودفعوا ثمن الأموال اللي يحصلوا عليها من دفعوه من أعراضهم وأعراض زوجاتهم وأعراضهم. يعني تخيل كمية الحقد عند هذا المخلوق والرغبة في الانتقام. يعني مشروعه كان وراءه مشروع انتقام من الشعب الليبي كله، يعني تستطيع أن تقولها يعني بدون تردد. يعني هذا الحرمان المعيشي، الحرمان في من المعيشة، من التعليم، من الصحة، من كل صور العيش الكريم في الوقت اللي فيه الأموال الليبية متوفرة وموجودة ومتاحة. يعني قصص كثيرة كانت تروى عن الملوك الفاسدين في العصور الغابرة. لا هو الرغبة في إذلال كل من حوله وتحقيرهم وانتقام فعلا ماشي. يعني بس هي شنو هي الحالة اللي ممكن تكون هذه تحتاج إلى فريق من علماء النفس حتى يصلوا إلى قاع هذه التحليل هذه الشخصية. علاقات الشاذة بهذه الجماعات الصهيونية التي كانت ونشر لهذه الهرطقات الفكرية لأن أنا قلت لك من المؤكد أن هناك مرجعيات لهذه الخزعبلات غير طبيعية. حينما يكتب عنه الرجل أنه المهد المنتظر يؤلف له كتابا وينشره باللغة الإنجليزية في العالم، وأن أوروبا في واحدة من القرارات يقول له أن أوروبا تطلع له أنه كزعيم أفريقي وزعيم أسمر يأتي لإنقاذ أوروبا أيضا في نفس المقال. لم يقف أحد وأنا أقرأ سيرة القذافي ويحرج القذافي ويفند سفاهته مثل طلبة الجامعة الليبية. صحيح لهذا دفع الثمن. يعني هذا يجرني الحديث عن موسم سبع، عندما يتخذ 7 أبريل تاريخ أو موسم سنوي للانتقام من الطلاب تحت اسم ثورة الطلاب سنويا، ما حصل في تاريخ درجة من الشذوذ في الإرهاب يصل بأن يتخذ من 7 أبريل، وهذا لغز واحد من الألغاز. لماذا عقدة كل المستبدين في العالم العربي هي الطلبة؟ طلبة صحيح طبعا، لأن الطالب ليس لديه المسؤولية التي تدفعه أن يتخلى عن أخلاقياته أو مبادئه أو وليس لديه وعنده الشجاعة الكاملة ويحمل نفسه وعنده الحرية أن يقول ما يريد. وأيضا أكثر من نكت الطلبة عدديا في أي مجتمع هم أكبر، ولذلك تدمير أكبر المجتمع الطلابي هو هدف رئيسي عند كل الأنظمة المستبدة. في شهر فبراير عام 1972 وجه القذافي دعوة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الليبية في كل من طرابلس وبنغازي، وعقد اللقاء في 28 من فبراير، وأظهر أساتذة الجامعات رد فعل غاضبا تجاه القذافي والديكتاتورية التي بدأ يرسخها في البلاد، وطالب القذافي بتسليم السلطة للمدنيين وعودة الضباط للثكنات.
فخرج القذافي غاضبا من الاجتماع، وبعد يومين شن هجوما من خلال مجلة الجندي التي كانت تصدر عن القوات المسلحة على أساتذة الجامعات في ليبيا، ووصفهم بأنهم أنانيون وبلطجية وجهلة ولا يساوون شيئا. فأضرب أساتذة الجامعة والطلاب احتجاجا على هذه الإهانات. وأمام تأزم الموقف طلب القذافي الاجتماع بأساتذة الجامعات والطلبة مرة أخرى، وهنا وقف للقذافي الطالب صالح الفارسي وقال له: نحن لا نريد من الجيش أن يتدخل في الثقافة أو التعليم أو السياسة، وعلى الجيش أن يعود إلى ثكناته ويسلم الأمور إلى أربابها من الساسة والمفكرين. يا أخ معمر، شكرا لكم، والآن نرجو أن تعودوا إلى ثكناتكم. خرج القذافي غاضبا من القاعة وشن حربا على الطلبة امتدت أكثر من 4 سنوات، بدأت بخطابه الذي قال فيه إنه سيسحق كل طالب يتجاوز حدوده ويشتغل بالسياسة، وسيجعل عمداء الكليات من الضباط، وإذا أضرب الطلاب مرة أخرى فسيستغني عنهم ويستورد طلبة من مصر أو من الخارج. وانتهت بإعلانه الانتصار على الحركة الطلابية في 11 أبريل عام 1976، بعدما فصل عشرات الطلاب من الجامعة وأودع المئات السجون وعلق بعضهم على أعواد المشانق في الجامعة في 7 أبريل عام 1977. واتخذ القذافي هذا التاريخ للاحتفال سنوياً بالانتصار على الحركة الطلابية. لكن كيف كان حصاد الشعب الليبي من مسيرة استبداد القذافي التي بدأت بانقلابه العسكري في 1 سبتمبر عام 69، وحتى إطلاقه النظام الجماهيري في 1 مارس من عام 1977؟ الحقيقة اللي أتمنى، يعني دائماً نتمنى نشيرها، أن مجيء القذافي في 1 في 69، في سبتمبر 69، صادف اللحظة التاريخية اللي أول مرة في تاريخ ليبيا المعاصر يجتمع أمرين اللي هن أساس أي نهضة وأي تقدم. ما هما؟ اللي هو الإنسان المتعلم المدرب، الكفر، وهذا تمثل في أعداد الخريجين في مختلف التخصصات من مختلف جامعات العالم اللي توفر في هذه اللحظة في 69، وايضا اطقم اداريه لا 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 حد لها. الجانب الاخر اللي هو المال، العائدات الماليه، النفط، العائدات من النفط كانت كافيه لان تنهض ليبيا بالمقاومين هذين. كانت ليبيا، وحتى لو افترضنا ان مستوى الاداء كان زي ما ينتقد البعض وقال كان في بعض الفساد، حتى لو كان بذلك المستوى، كانت ليبيا خلال 42 سنه بقدر ما توفى بالنظر لما توفر لها من أمواله، من كانت يمكن ليبيا تكون في 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 مصاف أرقى دول العالم، أكثر تقدم. هو دمر المفهومين له. نعم، دمر الإنسان ودمر الثروة المالية. هذه مهمتها كانت، وتفويت الفرصة على الشعب الليبي، هذه هي المأساة. الشعب الليبي تعتقد أنه فهم هذا الأمر؟ والله بالتأكيد. في للأسف الشديد واحدة من الحاجات اللي احنا غابت علينا في، يعني فيما يتعلق بالمرحلة التالية، أن ما قدرناش حجم المستفيدين من النظام، من فساد النظام. ياريت المستفيدين من طريقة شرعية، مستفيدين من هذا النظام، من مستفيدين بسبب خدمتهم لهذا النظام. هذه شريحة كبيرة جدا واسعة، وهذه للأسف الشديد هي اللي شكلت جزء من الثورة المضادة وما تزال لحد الآن بالنسبة للشعب. أنت بالنسبة لك كأنك كنت في واد آخر، تكتب التقارير وترصد الفساد الموجود. القذافي انتقدك بشكل مباشر في إحدى خطبه، وقال في خطاب القاف 75، قال: الذين ينتقدون النقد الغبي. كنت تراجع الشركات والمؤسسات الدولة، أما كنت تشعر أنك تغرد خارج السرب؟
أبدا كانت هذه أشعر هذه مسؤوليتي، هذا خيار. أنا لم يكن في هذه الأجواء كنت تشعر أن الشغل اللي بتعمله والرصد اللي بتعمله للفساد له قيمة؟ بالتأكيد أنا متصور أنا على الأقل توثيق هذا الأمر في لحظة ما من اللحظات لما صارت الإعدامات في الشوارع في شوارع بنغازي، وأنا كنت في بنغازي في تلك 76 77 وأيضا 21 ضابط اللي قتلوا في معسكرات متاعهم. دول 21 ضابط تم إعدامهم من المحاولة الانقلابية بتاعت عمر المحيش. في تلك اللحظة وصلت إلى قناعة فأنا نعم هذا الشيء اللي قمت به شيء مهم ومفيد. أنت خرجت في الشوارع شفت الجثث المعلقة في الشوارع؟ لا ما شفت، ما للأسف ما شفت. لكن هو كان تركها في الشوارع للشعب، وكان يتفرج عليها، وكانت اللجان الثورية بيهللوا كان، وكانوا يسميهم الكلاب الضالة، وكان يتفرج، هو كان يتفرج عليهم من 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 إحدى نوافذ أحد الهوتيلات المطلة على الميدان اللي صار فيه الإعدامات. فالمهم أني في هذه اللحظة، هذه اللحظة حسيت بأن الأفضل لي أو يجب أفكر في شيء آخر أقوم به، وهذه كانت بداية أني أتخذ قراري بمفاصلة النظام. هو طبعا هنا القذافي قام بزيارة الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 76، وكان بيقوم بزيارات للدول بالذات لدول الكتلة الشرقية ويستورد كميات هائلة جدا من السلاح. أنا حينما نزلت في مطار بنغازي بعد سقوط القذافي وجدت كميات كبيرة جدا من الصناديق الصادئة، فسألت ما هذا؟ قالوا هذه طائرات صادئة جاءت في صناديقها ولم تفتح، كان يعقد صفقات هائلة من السلاح، ولأنه كان يخشى من الجيش فكان يبقي الأسلحة تصدأ في أماكنها. بالتأكيد يعني هذه واحدة من يعني موضوع السلاح. أنت كيف رقبت هذا موضوع السلاح؟ على السلاح موضوع السلاح هذا طبعا نحن في تقريرنا عن الجيش كان في هذا في 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 هذا في هذا الشيء، يعني تناولنا هذا الموضوع هذه الصفقات، وحتى عمر المحيشي في العلاقات اللي عملها وكتبها كان تكلم واجد على هذا الموضوع. هذا الموضوع كان أحد القنوات اللي تم من خلالها وعنها عن طريقها أول حاجة مهمة لها هي إهدار أموال الشعبلي في عملية إهدار السرعة. أموال الشعبلي أموال تعرف وصل في منتصف الثمانينات كان أعلى مستوى تسليح في العالم، في التسليح في العالم كان نظام القذافي، والأسلحة توضع في رمال الصحراء لتصدر. هذه واحدة أيضا أغراتها بتدخلات في حرب لبنان، كان الحرب الأهلية في لبنان كان لعب دور طبعا، حتى أغراتها بالاشتباك المسلح مع تشاد، غير تشاد غزو طبعا تشاد غزو، لكن بالنسبة للاشتباك مصر في 77 وطبعا السادات أدبوا ساعتها، يعني هو كان السادات كان فتح عليه كل شيء يعني الإعلام وكل شيء. صح فطبعا فهذه واحدة من الكوارث اللي أصابت ليبيا يعني. وبعدين للأسف الشديد الكارثة الأخرى اللي تمت بعدين عندما حصلت ثورة 17 فبراير إيش عمل القذافي؟ مخازن السلاح هذه الضخمة فتحها على أبوابه، وهذه من جزء اللي عانوا منه في تعاني منه ليبيا الآن. هذه الأسلحة اللي تحدث لك على ملايين القطع السلاح اللي وزعها مع طبعا المجرمين اللي خرجوا من السجون طبعا تتوقع يحصل في البلد يعني. بعد فشل نظام الحكم من خلال التنظيم الشعبي ثم الاتحاد الاشتراكي، فاجأ القذافي الليبيين والعالم في الثاني من مارس من العام 1977 بالإعلان عن نظام حكم جديد غير مسبوق، وهو النظام الجماهيري، انطلاقاً من البيان الأول للثورة وخطاب زوار التاريخي، واهتداءً بمقولات الكتاب الأخضر، حيث أصبح الشعب الليبي كله أعضاء في مؤتمر الشعب العام الذي يرأسه معمر القذافي، كما تم حل مجلس قيادة الثورة وتعيين الأربعة الذين تبقوا من أعضائه، وهم عبد السلام جلود وأبو بكر يونس والخويلدي الحميدي ومصطفى الخروبي، أعضاء في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام. كما أطاح القذافي بعبد السلام جلود من رئاسة الحكومة، وعين مكانه عبد العاطي العبيدي رئيسا للجنة الشعبية العامة رئيسا للوزراء. أما ليبيا
فقد تم تغيير اسمها من الجمهورية العربية الليبية إلى الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى. ولم يقف القذافي عند حدود تغيير اسم الدولة، وإنما قام بتغيير أسماء المدن الليبية وأسماء الشهور القمرية، وجعل العام الهجري يبدأ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هجرته، كما غير التاريخ الميلادي وغير أسماء الأشهر الميلادية، ودخلت ليبيا عصراً جديداً من الهرطقة السياسية والفوضى العارمة في نظام الحكم والحياة. فقد أنهت وثيقة النظام الجماهيري منظومة الدولة لصالح كيانات غوغائية تسمى سلطة الشعب، وأصبح الكتاب الأخضر وتصدير الثورة وتثوير العالم هي الأفكار التي يروج لها القذافي داخل ليبيا وخارجها. أما القذافي فقد حصل على سلطات مطلقة وألقاب كثيرة مثل المفكر والقائد والزعيم والمعلم وقائد المسيرة، ثم عميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا. ووفقاً لوثيقة النظام الجماهيري أصبح الشعب الليبي هو السيد والقائد والحاكم والمحكوم. يبدو هذا الأمر على أساس أن هناك مؤتمر شعب عام، وهناك لجنة شعبية عامة، هناك مؤتمرات عامة، هناك لجان شعبية، وعلى أساس، لكن في حقيقة الأمر أن القذافي، بالإضافة إلى هذه النقطة المهمة جدا في شغل القذافي، مع طرح هذه الفكرة وتقديم هذا البرنامج، حرص في وثيقة ما سمي بوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، حرص على أمر أساسي جدا. ما هو؟ أو أمرين. الأول أن احتفظ بنفسه بصلاحيات ثورية، وهو قائد الثورة. والصلاحيات الثورية مطلقة. لا حدود، وليست يعني الأمر ليست قوانين يصدرها أو قرارات يصدرها، توجيهات في سمي وثيقة الشرعية الثورية أصدرت في عام 91، في 11 مارس 90 أصدرها المؤتمر الشعب العام. هذه نصت عليه أن مجرد التوجيهات اللي تصدر عن قائد الثورة هي ملزمة وواجب التنفيذ من قبل هذه الهيكل كلها. أنا الحقيقة فشو يبقى من حرية لله. وقفت أمام هذا النص، ليس فقط الحرية. نعم. الله سبحانه وتعالى حينما وضع شرائعه للبشر قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القذافي هنا في 11 مارس 1990 في وثيقة الشرعية الثورية قال تكون التوجيهات الصادرة عن قائد الثورة ملزمة وواجبة التنفيذ. نعم. التوجيهات. نعم. مش التشريعات، مش القوانين. نعم. التوجيهات. نعم. وفوق هذا احتفظ القذافي، فوق هذا احتفظ لنفسه حقوق كاملة في بالنسبة لتسيير هذه الهياكل، بالذات من مؤتمر الشعب العام. فهو اللي قرر أن يدعى ولا يدعى، ومتى يدعى هذا القرار، ثم يحدد له جدول العمل، هو اللي قرر هذا. وأكثر من هذا، قبل كل ملتقى من هذه الملتقيات يقوم القذافي بما سمي وما أطلق عليه عملية ترشيد للمؤتمرات. هذه في العادة اللي يلاحظ ويدرس هذه التجربة السخيفة يلاحظ أن كل ما يصدر من القذافي في هذه اللقاءات وهذه الملتقيات اللي سميها الترشيد، يعني من أجل الترشيد المؤتمرات، هي اللي تنعكس على توصيات وقرارات المؤتمرات. الوثيقة أيضا. نعم. قالت الثورة تسير زاحفة بقيادة العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة والثروة والسلاح. كلها خزعبلات فارغة لا معنى لها ولا أي لا مدلول لها على أرض الواقع إطلاقا. يعني لو سمحت نشير لبقية المهزلة هذه، مشاورة المهزلة، أن القذافي هو اللي يحدد زي ما أشرت لحضرتك أنه يحدد لها جدول أعمالها، متى تلتقي، توصيات اللجان الثورية اللي هي صاحبة، على فكرة اللجان الثورية لا يوجد لها في الإشارة في الكتاب الأخضر. هذه إحدى الخزعبلات اللي كان لازمة للموضوع، لفكرة فكرة النظام الجماهيري متاعه، على أساس أنه من خلال هذه اللجان
اللي هي منتشرة في كافة اللجان الثورية من خلال أعضاء اللي منتشرين في كافة اللجان المشكل المؤتمرات الرئاسية. نعم. هذه اللجان هي اللي تتولى مناقشة إدارة النقاش، من تسمح له بأن يناقش أو لا يناقش، هي اللي تدون جداول ما يصدر عن هذا الموضوع، هي أيضا تصوغ التوصيات. فالنظام محكم، يعني ظاهر الأمر أنه هو شعب سيد وشعب هو صاحب القرار وصاحب، لكن حقيقة الأمر لا يصدر عن هذه المؤتمر إلا شيء مرسوم ومخطط له من قبل القذافي وبالتعاون. يعني القذافي أقام النظام الجماهيري ليكون شكلا جديدا من أشكال استبداده وتفرده بالسلطة وعدم محاسبته على أي شيء، وأن تكون مجرد أفكاره وتوجيهاته هي قوانين ملزمة لكل من يعيش في الدولة الليبية لينفذ. وهذا يعطيه يصور هو يعطيه الحق بأن يقول بأنه هو ليس بحاكم، لكن حقيقة الأمر اللي يعرف بالمناسبة من الصلاحيات الأخرى اللي أبقاها القذافي نفسه الصلاحيات العسكرية، فبقي هو القائد الأعلى على الجيش، فكل ما يتعلق بالجيش هو اللي يتحكم فيه واللي يسير فيه. هنا في هذه الوثيقة شيء تاريخي مهم أيضا يدخل في خزعبلاته وتناوله، لأنه أنكر السنة النبوية وجعل القرآن هو الشريعة، لكن في هنا جعل أنكر السنة النبوية إنكارا نصيا في وثيقة الجماهيرية. أمرين على فكرة تلعب بهم، اسم الجماهيري نفسه، وأنا كنت جالس وتابع بانتباه وتابع الناحية. القضية الأولى هي اسم الجماهيرية، غير اسم الدولة، لا الاسم نفسه اسم الجماهيرية لم يرد على في توصيات أي مؤتمر من المؤتمرات، هذا الاسم لم يرد. فجأة بعد استعراض لكل هذه القيادة تحدث القذافي، تحدث هو غير اسم ليبيا وقال أصبحت ليبيا بدلا من الجمهورية العربية الليبية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ثم أضاف لها العظمى طبعا، لأن أصبح اسمها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. فهذه الأولى. الثانية طبعا اللي أخطر من هذا اللي هو قضية إنكار السنة، لأن التوصيات اللي صدرت عن المؤتمر كلها تتحدث عن القرآن والسنة على سنية شريعة المجتمع، لكن هو طبعا أصر على حذف السنة، وطبعا هذا واضح أنه يعطي روح البراح، أنه طبعا لما تذكر السنة معناها لابد أن توضع تفاصيل كثيرة لتلزمه هو به، هو لا يريد أن يلتزم. الشعب الليبي، الشعب الليبي أنا أذكر له هنا شيئا، يعني حتى لا يتهم الشعب بأنه كان سلبيا، لأن واضح أن الذين كانوا يلتفون حول القذافي مجموعة الغوغاء، لكن الشعب كان يقاطع هذه الأشياء، لدرجة أن في 7 أكتوبر 89 القذافي الشعب لما أعرض عن حضور هذه الهرطقات والمؤتمرات الشعبية قال الذي لا يحضر المؤتمرات الشعبية يعد من العبيد الذين يريدون أن يحكمهم السادة، ولا مانع لدينا في هذه الحالة من تخصيص بطاقتين، بطاقة للذي يحضر المؤتمرات الشعبية يلقب باسم السيد، وأخرى للذي لا يحضر يلقب باسم العبد، وعندما تكون عبدا تكون من حقوقك، تكون حقوقك وواجباتك هي حقوق وواجبات العبيد. هكذا يخاطب الشعب مستوى شيء، يعني هو يقال أن نسبة الغياب وصلت ما تراوحت ما بين 30-50% في غالب المؤتمرات، لكن بعض المؤتمرات الأخرى كانت نسبة الغياب عالية جدا. كان بعض المؤتمرات أنا رصدتها كان عدد أعضاء المؤتمر 7000 يحضر منهم 700، يعني الحضور 10% فقط. نعم. وهو يخاطب شعب يقول له أنتم عبيد. من الأمور المميزة لهذا الملتقى اللي أعلن فيه ما سمي، كان ضيف الشرف فيه فيديل كاسترو. نعم، هذه أول زيارة طبعا قام بها إلى ليبيا، وطبعا الموضوع لا دلالة يعني ما في شك. أنا هنا لقيت فيها هرطقة سياسية لو كان بيخلط فيها بين السلطة والثروة، قال بالنسبة لي شخصيا كقائد للثورة لن أمارس السلطة بعد الآن، ولكن سأمارس الثورة. سأمارس الثورة مع القوى الثورية ومع اللجان الثورية والتشكيلات الثورية، أيضا الجماهير وحدها هي التي تمارس السلطة. أي نعم. نعم، وهذا طبعا قضية حتى في خطاب طويل جدا الفصل بين السلطة بين السلطة والثورة. هنا عندي كيانات غوغائية، جماهير غوغائية بتلتف بتصفق له،
للأسف الشديد لم يكن وقتها الإنترنت والفيديوهات منتشرة بالشكل، فكانت كل هذه الأشياء داخلية وفي حدود ضيقة للغاية، وإلا لو توجد هذه الأشياء الآن كان هيكون ردود الفعل مختلفة. أي هامش حرية إطلاقا للتعبير في رفض هذا، حتى الأصوات القليلة اللي تصدر في بعض الأحيان. إذا الذين يغيبون عن مؤتمراته يسميهم عبيد ويريد أن يستخرج لهم هوية عبد، والذين يحضرون هذا الهرطقات يسموا سادة ويريد يصدر له هوية سيد، يريد أن يكونوا شهود زور لهذه اللعبة، يعني يريد أن يقسم الشعب إلى سادة وعبيد، بل هو قسمه بالفعل. أنا هنا يعني القذافي في هذا المؤتمر قام بشيء برضو مهم جدا، وهو التخلص من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعلى رأسهم عبد السلام جلوت. هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استكملت، هي طبعا البداية، أول محاولة في هذا الموضوع هي الثورة الشعبية. الثورة الشعبية كانت هي عبارة عن زي ما قال قلب الطاولة على أعضاء مجلس قيادة الثورة، لأنهم كانوا يطلبوا فيه بأنه هو يعلن عن تأسيس يعني قيام دستور وإلى آخر هذه القصة اللي تعرضنا لها. فهو هذه طبعا راح زواره وخطب خطابه وقبل قلب الطاولة على وحول الموضوع إلى النقاط الخمسة العبثية اللي سبق أن نشرنا. نعم. هذا الموضوع كان مقدمة الآن، هذه كانت الخطوة الأولى. يعني الخطوة الثانية، لأن في هذا المؤتمر أو في هذا الملتقى أو في هذا الإعلان طبعا بقي أعضاء مجلس قيادة الثورة الخمسة معه، هو شكليا في هو لم يكن يجتمع بمجلس قيادة الثورة أصلا إطلاقاً، ولم يكن له وجود إطلاقاً. وكان وجودهم حينما حاولت أن أرصد من الذي كان له دور، لم يكن لأحد دور سوى ما يحدد له القذافي، وكانوا لا يعلمون شيئا عن إدارة الدولة. المهام الأخرى اللي هي القمعية والمهام السيطرة على الجيش، هذين كانت طبعا يساعدوا فيها، على أساس أن أبو بكر يونس كان قائد لعند ذلك الوقت، أعتقد 76 إلى 77 كان القائد العام. أنا حاولت الحقيقة أفحر كتير أشوف، لأن أنا قلت لا يمكن أن الأفكار هذه الخزعبلاتية التي كان يبثها القذافي كانت تأتي فقط من وحي خياله، لأن وإنما من المؤكد أنه على صلات بجهات معينة أو أشخاص معينين، مثل الصلات التي بدأت مع جماعة أبناء الرب وبنات الرب، ما عندي شك في هذا، وهي جماعات صهيونية كانت في البداية. لكن أنا وجدت جملة مهمة معلش لعبد السلام جلود في حوار غسان شرب معاه، حينما سأله يعني منين الأفكار دي، لأن السؤال ده مش أنا اللي بس بسأل فيه، لكن أكيد كل إنسان يطلع على هذه الخزعبلات السياسية ويطلع على هذه الهرطقة وهذه الأفكار التي دمرت فيها ليست ثروة الشعب الليبي وإنما ثروة أمه، عمر الشعب 42 سنة من عمر الشعب الليبي. عبد السلام جلود وهو وثيق الصلة أو أقرب الأشخاص يقول يعني: الكتاب الأخضر هو تجميع لأفكار طوباوية وفوضوية ومثالية وشيء من التروتسكية، تروتسكية هي جزء من الشيوعية المتطرفة، وقد أبلغني أناس أن ماسونيين كانوا وراء الكتاب. أنا أعتقد أن هذا الرجل كان على علاقة بجماعات معينة، لأن زي ما يحضر هنا، لأن برضو قال إن هو كان على علاقة بكل الجماعات المتطرفة في العالم، كان يدعمها وكان يستخدمها في تحقيق. فليس من المعقول إن الرجل ده مفكر ولا كان بيأتي بالحاجات أبدا، كان بيلطش حتى ما يكتب في أو في يأتي في خطبة، كله لطش يستمع، بخاصة لما كان يلتقي في المنتديات الكبيرة يحضروها مفكرين. عمره أرى خطاب من ورقة؟ لا عيب، هذا ينتقص من شأنه ويجعل لكلامه بعض المعقولية، فهو يريد أن يطلق نفسه فعلا لم يلقي خطاب من ورقة إطلاقا، لم يكن له خطاب إطلاقاً. مكتوب كانت تجمع الخطابات بعد ذلك وتدون، يعني النصوص دي احنا واخدينها من وانت جمعت أشياء كثيرة في كتبك الحقيقة. يعني أخذت مني أحد العقوبات اللي فرضت على نفسي فعلا أني أقرأ معظم ما مورد في هذا في السجل القومي، لأنك بالتأكيد يعني الأمر ما يحتاج، يعني لازم الإنسان يرجع إلى المصدر الرئيسي. طبعا في بعض الخطب لم تنشر في السجل القومي لأن كان فيها حالة من البذاءة والسوء والحظ على الوحدة. أعتقد خطاب ألقاه في أبريل 7 أبريل 1980، خطاب في منتهى الجنون، يعني من جنون
يعني انفعال والدعوة إلى القتل. قال حتى نخلي أعداء الثورة كلهم الآن حنخلي الدماء بتاعهم تجري في أنهار في 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 شوارع ليبيا. أنا برضو يعني اسمح لي سأقرأ عن المشاهدين شيئا من اللامعقول. في 8 مارس 77 لما كان جي يطرح هذه بعد ما طرح النظام الجماهيري بيقول في المقدمة بتاعة الوثيقة: ليس هناك مفر من هذه المقدمة، الذي يريد أن يفر منها فليترك الجنسية الليبية ويفر ويهرب، لأنه يريد أن يفر من مسؤولياته. أنت ليبي أو ليبية على الأرض الليبية مسؤول عن هذه المقدمة، حتى أولادك وأولاد أولادك سيتحملون مسؤولية كل كلمة مكتوبة في مقدمة إعلان سلطة الشعب. على كل واحد منكم أن يقرأها ويحفظها ويدرسها لأولاده في البيت، وتدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، وتوضع نسخة منها في المتاحف لتقرأها الأجيال القادمة وتدون في الكتب، وتوضع في المكتبات العالمية كوثيقة تاريخية. أنا عايز أعرف، فهمني بالله عليك، فهم المشاهدين. لا باش تأكد الكلام هذا أنه نيته في 15 مارس 77 نشر الكتاب الأخضر ونشرت هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية. يعني خطاب القذافي أصبح في قوة القانون، في قوة القرار الرسمي، بكل الهترسات اللي فيه والهترسة اللي فيه والجنون اللي فيه. خطاب 15 أبريل. هنا أطاح، بعدما أطاح بعبد السلام جلود، عين عبد العاطي العبيدي رئيسا للحكومة في النظام الجديد تحت مسمى رئيس اللجنة الشعبية العامة. والعبيدي من الشخصيات التي بقيت إلى جوار القذافي إلى آخر يوم. بعد شهر واحد من الإعلان عن قيام النظام الجماهيري، صدق القذافي في شهر أبريل من العام 1977 باعتباره الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام على أحكام الإعدام بحق 21 ضابطاً من المتهمين بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها عمر المحيشي وأربعة من الطلاب، وتمت عمليات الإعدام بطريقة بشعة في الميادين والمقار العسكرية وساحات الجامعات. هنا أصبحت اللجان الثورية هي الذراع الضاربة للمؤتمرات الشعبية وما يسمى بسلطة الشعب، كما أضحت هي الطريق الرئيس للوظائف الرئيسية في الدولة. فتصدر الجهلة وأشباه الأميين قيادة مؤسسات الدولة، كما أطلق القذافي يد أقاربه وعشيرته ومن بعدهم أولاده في إدارة البلاد، فأصبحوا يقومون بأدوار أساسية في إدارة الدولة والتدخل في كل شؤونها. فانتشر الفساد وعم الظلم والخراب وكثرت المغامرات وتبديد ثروات الشعب. وقد بلغ تغول المؤتمرات الشعبية على حقوق الشعب الليبي حد إصدار تشريع في 9 مارس عام 1997 يسمى العقوبة الجماعية، بمعاقبة عائلات وقبائل وأصدقاء وجيران المتهمين بمعارضة النظام. وأصبح الشعب الليبي كله عدا المحيطين بالنظام في دائرة العقوبة والانتقام. فرجعت طبعا، استقبلني الوكيل قال لي راهو الاخ طاهر بن عمرو اللي هو امين اتصال، هو حلقه اتصال بيني وبين القذافي ومجلس قياده الثوره، يعني او ما بقي من ما فيش مجلس قياده الثوره بينه وبين القذافي. فقال لي والله، قال ترك وصيه على اني اول ما اصل اتصل بيه. فزرته في المكتب في مجلس قياده الثوره، وطبعا كله مسجل. فقال لي والله اللي حصل ان يسلم عليك الاخ عمرو ويقول أنه هو ممتن جدا لكل الشغل اللي قمت به، بس الآن الآن بظل النظام الجماهيري الرقابة لن تكون
بالطريقة الأولى التقليدية، أكون رقابة شعبية اللي هي ولا رقابة ولا يحزنون. ما هو الشعب هو الحاكم والمحكوم، هو يراقب اللي يراقب. فعلى أساس أنه الآن ما يستمر، يعني إنهاء دور ما ديوان المحاسبة. أي نعم، هو هذا اللي حصل. فقالوا الآن الأمر ما يستاهلش أن يكون على رأسه واحد بمؤهلتي، فالآن يقترح أنك أنت تأخذ أي منصب في مستوى وزير رئيس ديوان المحاسبة، ويقترح أن يكون سفير في اليابان. في منتصف مارس 78 جاءت الموافقة على أن تكون سفيرا في الهند. في الهند نعم. فالواقع أني كنت مش مرتاح واجد للهند يعني. فقال لي أستاذ طه، قال لي فضل أنك تمشي، لأن كانت طبعا تحت المراقبة ذلك الوقت بدون أن واحد يتحرك ويجتمع وما يعرفش. فالمهم رحت الهند وأصبحت سفير في الهند. أبدأ معك الحلقة القادمة من قصة أخرى دورك كسفير لليبيا في الهند بين عامي 78 حتى انشقاقك في العام 1980. أشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد المجريف، أبرز معارضي نظام معمر القذافي وأول رئيس للمؤتمر الوطني الليبي بعد إسقاط نظام القذافي في ليبيا في العام 2011. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.